بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخوتي أخواتي، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. في برنامج قصة كرامة في كل حلقة لدينا بحث إن شاء الله نكلل فيه بالنجاح لخدمتكم، بحث حول مادة تنتقل من كونها مادة جامدة إلى معنى عظيم يعطي روحا بما ناله من مستحسن الخير من خير محمد وآل محمد، كالصوتيات، المطبوخات، الخشب يتحول إلى منبر، الملابس السوداء، غير ذلك من الشيء الكثير. كل ذلك كيف انتقل من مادة مجردة من الحياة كالخشب إلى شيء يشع نورا وبركة، بل إن الغبار العالق عليه لما في ذلك الجو من خير وبركة يعطي شفاء بإذن الله تبارك وتعالى. هذا وغيره سنكون في كل حلقة مع موضوعة، وموضوعة تعالج بإذنه تعالى وفق مجموعة من المعالجات، قصص لخدام، انتقال من مكان إلى مكان وفق ما يتطلب أو ما تتطلب القضية أو القصة التي نعالجها من معالجات وتداركات للوصول إلى نتيجة. إذن كونوا معنا في برنامج قصة كرامة في حلقة جديدة وموضوع أخرى كرام. السواد المتعلق بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ينقسم إلى عدة أقسام، منها من يرتدي السواد من الإخوة الشباب خصوصاً الذين يضيفون شيئاً إلى إظهار وإكثار السواد في المدن، وهذا من دلائل الحزن وإن كان ظاهرياً لكنه يتعلق بقلب يعني لديه ما لديه من حب الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ذرة أم ألف ذرة. الشق الثاني أو النقطة الثانية التي تتعلق بالسواد هي الأوشحة وقطع السواد واللافتات، لافتات الحزن والأسى والتعزية التي نراها معلقة على الجدران في الحسينيات، على الحسينيات والمساجد والجوامع، في العتبات المقدسة والمراقد المشرفة، في الهيئات والمواكب، في مجالس العزاء عموما، والتي لها ما لها من دلالة، دلالة الحداد ودلالة الحزن ودلالات أخرى تتعلق بالمضامين المكتوبة عليها من كلام الله تبارك وتعالى، من كلام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومن كلام قيل في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. في هذه الحلقة بإذنه تعالى سنكون وإياكم مع قطع السواد، قصة نود أن نكون وإياكم فيها مع جزء من أجزائها، جزء مكاني إذ كان هذا الجزء فقط في الكاظمية المقدسة، على اعتبار أنها قلب بغداد النابض حزنا وحدادا على سيد الشهداء لوجود الإمامين الكاظمين سلام الله عليهما. ذهبنا متشرفين إلى منطقة قريبة من الحرم الكاظمي الشريف إلى حسينية ترك الكاظمية، وكانت لنا هذه اللقاءات والبداية مع الحاج أبو يوسف. أولاً السواد يمثل الحزن على الحسين وعلى بيت محمد وآل محمد، لأن كلهم انظلموا، اللي انقتل بالسيف واللي انسام واللي تهجر واللي انسجن واللي انداس بالخيل، يعني الإمام الحسين وأولاد الحسين شافوا أبشع قضايا الظلم اللي صارت على البشري، فهذا السواد يمثل الحزن. أما القطع أغلبها قول الشعراء وقول المعصومين أهل البيت، فأكو قسم يعني الأشعار نحفظها من الشعراء تمجد بأهل البيت سلام الله عليهم. والله أنا بالنسبة لي أنا يعني بالسبعينات كنت بالنجف، جيت للكاظمية المقدسة بالتسعين هم من وراء التهجير ومن وراء صدام والمشاكل وجيش شعبي والكويت ومن هالسؤال. الحمد لله والشكر أول ما اجينا التقينا بموكب الترك، هاي صار 24 سنة،
وكلهم ما شاء الله حسينيين. بس بالنسبه من كنا بالنجف كانت يعني من احنا صغار كنا يعني اذا صار محرم بعد لازم ابويا الله يرحمه ياخذنا نشتري لنا دشاديش سود. بعد خلص ماكو لا تلفزيون، الواير مال التلفزيون ينشلي، هاي الشهرين يصير حزن للحسين سلام الله عليه. والمناسبات الوفيات هم كانت يعني دائما تنقام بالمجالس الحسينيه. فمن اجى الطاغيه انمنعت هالشغلات هاي. احنا عندنا القطع يعني مثلا جامعيه مسوي لها فرد مكان خاص ومحفظات وذني شلايف ام السحاب ومخلين القطع كلهم مال مثلا هاي وفاه الامام للحسين، هاي للسجاد، هاي للباقر، هاي للصادق، هاي وفاه الرسول، هاي وفاه زينب مقسميها. فنشوف القطعه يعني ما تنتلف عندنا. عندنا قطعه يمكن صار لها 30 سنه 40 سنه، عندنا قطعة هنا فوق هسه موجودة الله يحفظ الحج صادق المقدسي، يعني تقريبا هو صاحب فضل اللي لملمها للقطعة وسوانا المعلومة هاي. فنتمنى من المواكب أن يقيمون مثل ما نقيم احنا، وحتى ما تنتلف القطعة، تبقى هاي الأجيال الأجيال تمشي ويانا وتظل عايشة بين قسم من القطع. يعني أقوال مال أصحاب الحسين برير وزهير والحر الرياحي وقسم حتى اكو اقوال زينب سلام الله عليها، وقسم للامام الصادق، وقسم للشعراء ذول اللي يندبون اهل البيت سلام الله عليهم. هسه ورقه عاديه، ورقه جيب ورقه عاديه شيلها تكرم تكرم عن كلامك، يعني اشمرها بالزباله، او جيب مثلا ورقه اكتب بها اشعار لاهل البيت او كلام للمعصوم، تصير الورقه هي يعني من قاعها تصير مقدسه. ما تقدر تذبها بأي مكان، تتحذر من عدها وتقول هذا المكان أذبها حرام، هاي هنا أتلفها حرام. فتصير هاي القطعة فالشي مقدس، يعني عدنا نقدسه مثل ما يعني من بعد ما تقديس أهل البيت نقدس كلامهم، ولازم نطبقه احنا، مو بس يعني نقرأ قطعة أو نقرأ شعر لأهل البيت. يعني مثلا سلام الله عليه الحسين وزينب سلام الله عليها من وقفة بديوان يزيد، يعني احنا مثلا نقول والله انا انظلمت شوي، انسجنت او صار بي شيء او انجرحت من اثر المواكب الحسينيه، بس هي زينب قالها شفتي صنع الله الذي صار بكم، قالت لما رايت الا جميلة. يعني هذا الكلام كلش يعني كلام مرعب على الطاغيه صار. فبالقطع نفس الشيء، من تقرأ لك به الشعر لأهل البيت أو هاي يعني فالشيء يصير داخلك، يعني فالشيء ما يتوصف، يعني ما يتوصف. أما من ناحية حزن ما تتمالك نفسك تقوم تبكي، أو يستياخذك العازم. يعني هسه مثل ما أخواننا مثلا بالشيوخ بالمضايب بالهاي يكتب لفت مقطع لأهل البيت، شوفوا يعني هاي العشيرة كلها تتحمس بهاي القطعة بهاي لأن مذكورة بها اسم فالشي فالشغلة لأهل البيت سلام الله عليه. بعد هذه الذكريات والخواطر التي أفردها وأوردها لنا ضيفنا في ما تقدم من جزء، والحكاية التي دارت في انتقالته من النجف الأشرف إلى الكاظمية المقدسة، وذكريات الماضي مع الحزن على سيد الشهداء، ننتقل إلى وجه شاب من خدام هذه الحسينية وخدام الموكب المتعلق بهذه الحسينية، إذ له ما له من قصة خاصة في خدمته لسيد الشهداء من جانب يريدها إن شاء الله ويفرد فيها جملة من أسرار تعلقه بسيد الشهداء، وجزء من هذه القصة متعلق بقطع السواد، خصوصاً قطع السواد المعلقة في هذه الحسينية. فلنكن وإياكم واللقاء القادم. طبعا بدايتي بالقراية من أني يعني مقتبل العمر، يعني أعتقد كان عمري بالثاني متوسط، وبديت يعني بعد السقوط بديت اتجهت إلى الطريق الحسيني، وبديت أقرأ، دخلت هواي مدارس
بديت أول ما بديت أقرأ كنت أسمع المدرسة الحسينية المرحوم حمزة الصغير، يعني تأثرت به هواية، فبديت مسيرتي على أبو عبد الله عليه السلام، لحد ما وصلت لهاي المرحلة اللي إن شاء الله أنا واصل بها وإن شاء الله مستمرين لحد الممات. عندنا اللي كانت بالكاظمية، المدرسة الكاظمية اللي كان أستاذنا تحياتنا إلى طلال آل طالب الكاظم الشاعر القدير، أي نعم طلال الشراخ، يعني هو قدوتي يعني بالنسبة إلي، اللي تلمذت على إيده وتدربت على إيده وتعلمت الأطوار الحسينية والطريق الحسيني الصحيح، اللي يعني دلاني الطريق الحسيني الصحيح، رباني على الطريق الحسيني الصحيح، وصلت الحمد لله هاي المرحلة. طبعا ايش قد ما احكي لك على السواد، يعني ما اوفي السواد. اليوم احنا يعني من نشوف سواد اتذكر زينب عليه السلام، مأساة زينب، سواد الليل، السواد يعني كلمات عفة، عباء، شرف، عنفوان، يعني تتذكر معركة الطف، سواد الليل واللي حل على زينب عليه السلام واللي على ايتام، كل ما تنظر الى السواد يعني كل ما تتذكر مصيبة ابا عبد الله عليه السلام، بالإضافة إلى الكلمات اللي ترجمها يعني القطع السواد، يعني بها هواي معاني، يعني تدري كلمات من نور. السواد اليوم مو بس مجرد قطعة قماش عليها كلمة أو لا، اليوم السواد مثل ما تمثل بزينب عليه السلام معركة الطف، عفة المرأة سوادها وشرفها وإبائها، الحجاب السواد، السواد يعني كل شيء كل شيء كل شيء بالدنيا هو متعلق يعني بالقضية الحسينية عليه السلام. كلمات تخط على السواد تصير يعني كلمات من ذهب، السواد يصير من ذهب، بركات، حوائج. فإحنا دائما من نتبارك بهاي القطع السواد، يعني طريقنا قطع السواد، إرثنا هذا صار قطع السواد. من تنظر للسواد هواي تستثر يعني مواقف عظيمة مرت على الأئمة عليهم السلام، خاصة على الإمام الحسين عليه السلام، مظلومية الإمام الحسين عليه السلام. يعني أنا أول شيء أقول له يعني شكرا أبا عبد الله على هاي النعمة العظيمة اللي تكفلتني من أنا وصغير، تكفلتني وكبرتني بخدمتك. شكرا أبا عبد الله، شكرا أبا عبد الله. فأحب أقول له أنت الحسين وكل من فوق الثرى، أنت الحسين وكل من فوق الثرى، أعماله مرهونة برضاك، فوحق خيمة زينب وكفيل غا دين محمد لولاك، فوحق خيمة زينب وكفيل غا ما قام دين محمد لولاك، ما قيمتي ما قيمتي إن لم أكن لك خادما، وأكون في الدارين تحت لواك. مشاهدينا الكرام، لازلنا في جو هذه الحسينية المباركة في الكاظمية المقدسة، والحوار يجمع بين قصص عن الماضي والانتقالات من مرحلة إلى أخرى، وعن الخدمة بصورتها الحالية مع الشباب الذين يتقدمون لخدمة سيد الشهداء صلوات الله عليه، إذ أن إطار الحوار هو قطع السواد وكيف تجتذب الناس إلى مأتم سيد الشهداء وعزائه المهيب. الحوار القادم الذي أجريناه وسنكون وإياكم فيه هو مع شيبة كريمة من نسل الزهراء سلام الله عليها، وحديث من نوع آخر يأخذنا إلى تاريخ القطع المعلقة وتاريخ السواد وكيفية الحفاظ عليها من جانب، وكيف أنها نقلت إرثا من جيل إلى جيل، وذلك ما يكشف الأسرار التي سنكون وإياكم فيها في اللقاء القادم
وفيما سيتقدم من كلام ضمن هذه الحلقة من قصة كرامة من قناتكم قناة كربلاء الفضائية. مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج قصة كرامة من قناتكم قناة كربلاء الفضائية، ضمن هذه الحلقة التي فيها قصة كرامة انتقال قطع السواد من قماش تكتب عليه العبارات بأصباغ عادية ممكن أن تستخدم في أي مكان إلى إرث حضاري عظيم يجسد شيئا من واقعة الطف. نحن هنا في الكاظمية المقدسة كما أشرنا قبل قليل عندما كنا في رحاب الحرم الكاظمي الطاهر، وكما كان الحرم متشحا بالسواد فكل أرجاء الكاظمية بما فيها هذا المكان الذي هو حسينية الترك تتشح بالسواد شيئا فشيئا، الأشخاص والجدران والأرواح. كلام لطيف سيقودنا إلى هذا اللقاء مع جناب السيد أسامة شبر أحد متولي هذه الحسينية وأحد خدام هيئة ترك الكاظمية. حياكم الله سيدي. حياك الله. قناتكم قناة كربلاء تتشرف بكم بكونها اليوم تواكب عزاءكم لمحمد وآل محمد. حياكم الله سيدي. والله هي علامات من علامات الحزن السواد، هي ما معنى مو معنى قماش أسود، لا، هو منهاج أهل البيت، منهاج السواد، تتوشح الكاظمية بالسواد. حزن، حزن علينا على قلوب كل مؤمن، لأن أهل البيت سلام الله عليه تركوا أثر طيب عندنا، منهاجنا هم دنيا وآخرة سلام الله عليهم، وهم إحنا ننتظر أهل الكاظمية، ننتظر عاشوراء، ننتظر الوفيات حتى نقوم بواجبنا، وهذا أقل شيء يقوم لأهل البيت سلام الله. عندكم عاشورين؟ عاشورين، عاشور الصغير شهادة موسى بن جعفر سلام الله عليه، عاشور الكبير مال العالم اللي هو عاشور الحسين سلام الله عليه. أحسنت شيخنا. بعض الناس مجاي ما يدري شنو يصير بالكاظمية بعشرة محرم حقيقة، بعض الناس ما عايش يعني شنو المواكب والعزيات، بعض الناس ما عايش شامي غريبان بالليل، بعض الناس ما سامع يا حيدر زينب بهاي المسية. وصف لنا اياها، بس اريد توصف لنا اياها قصه من كنتوا صغار لحد ما وصلتوا لهالعمر الطيب هذا. شيخنا احنا انحرمنا بها في زمن النظام السابق، بس بعد السقوط لا عشناها. وبالحقيقه احنا اهالي الكاظميه احنا ننتظر عاشوراء يصير كربلاء الثانيه. بصراحه احنا نقوم بخدمه، نقوم طبخ، نزلات الكاظميه مثل ما تفضلتوا شامي غريبان، كثير من الرواديد ما يحضرني اسمائهم، بس احنا نقوم بخدمتهم، موكب خدمة وعزاء وطبخ سلام الله على أهل البيت سلام الله. هو أقل شيء هذا نسويه. أنا قبل لا أنتقل لمحور الحلقة أريد من جنابك تعرف لي هذا المكان، تاريخه، وضعه، لأن يعني الناس متعودة من تنزل من جسر الأمة، خصوصا الزخم جاي من الرصافة، من أول الأماكن المرتبة هي حسينيتكم وهذه الهيئة وهذا المكان اللطيف. أعرف لي هذا المكان تاريخه، شلون تكون، شلون صار، وشلون بقى محافظ على اسمه وخدمته. الفضل يرجع لمؤسسي الموكب ترك الكاظمية حسب قول العلامة الدكتور حسين علي محفوظ أن السابق الكاظمية، يقول عمره 150 سنة، تأسس من تجار الكاظمية الكبار اللي هم كانوا يشتغلون بالشورجة. ما يحضرني اسمهم، هاي 150 سنة على الله مقامهم، الله على روحهم جميعا. هم ما جاءوا ما قبلوا يجيبون أسماء وصور. أي من ضمنهم حجي حسين ترك، بيت ما شاء الله وبيت خير الله، بيت بيت آل شبار، وعندك بيت المدامغ هم يشتغلوا به. فهو هذا احنا خدمتنا اليه، هذا من جدا الى اب الى احنا لسه وصلت لنا، وده نعلم اولادنا. جيد. من ضمن الاشياء اللي بي هذه قطع السواد. انا دارد احكي اليوم عن قصتها. كبعض يتوقع هي مجرد قماش اسود وانكتب عليه لون، خط عليه لون، اتطرز، لكن اكيد لكم تفسير ثاني. اكيد اكيد اكيد. تعبير عن الحزن، عن الالم، تعبير ناطق. فهالسواد هو بعد تعرفته كل زين، هو شلون يأثر على الإنسان، شلون يتحول هذا السواد من قماش عادي إلى قماش ينطيني البركة والكرامة، بل لقدسية الأحرف الموجودة به حتى يعطيني الشفاء والعافية بأمر الله تبارك وتعالى. كلام معصوم، مفترض الطاعة، كلامه يعني دستور، كلماته يعني شفت يعني الله لا أعطيكم بيدي أعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد، من مثلي لا يبايع مثله، يعني كلمات عظيمة هاي تفيدنا بالحياة، دستور منهاج. إنه أشوف عيني أشوف الناس كلها تتأثر بهالكلمات العظيمة، الحسين سلام الله عليه، زينب سلام الله عليه، سلام الله عليه، والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا جمعك إلا بذل. هاي كلمات كلها تأثر بينا بصراحة. ليش بكيت؟ والله بصراحة هي سلام الله للبيت، هم بعد هم منهاجنا، هم
لا شنو اللي بتشيك؟ مظلوميتهم هم مظلوميتهم يعني. مظلومية أنواع وصور. يا صورة بتشيك بالطف. زينب. يعني شنو هالامرأة هاي؟ يعني ما أعرف. امرأة وقاومت وقاومت الظالم وقفت بوجه وأسيرة هي. يا قطعة سواد تذكر أثرت بي كثيرا. فد قطعة مثلا قاريها فد عتبة فد مكان فد حسينية أو قطعة من الموجودات بهذا المكان كل شيء مأثر بجنابك. نصر من الله وفتح قريب. اللي على راية الإمام الرضا سلام الله عليه. هي هاي نفس اللي مات الحسين. نصر الله. من الله وفتح قريب. فإن شاء الله. سيدنا هذه قماش لو هذا إرث من قديمة بالابن. هاي قديمة. هاي من جد هاي من جد. سؤال القصة. فاحنا بصراحة ما يعني. أحكي لك قصتها. هاي بالسبعينات سووها أو بالستينات سووها. فاحتفظنا بيها احنا صدام من حاربنا ذاك النظام من حرم ضميناها بالبيوت الطيبين الموالين ورا السقوط طلعناها كلهم من ضمنها الدمامات السيوف الزناجين يعني هاي عمرها تقريبا فد 70 سنه يعني اقل خلينا نقول 50 سنه تقريبا اقل فكنا ضامين هذا النوايا اكو عندنا كلمات معبره لاقوال الشهداء بن برير وزهير والحور عليه السلام كلها كانت مكتوبة. وشون الديموها وتحافظون عليها؟ والله احنا ننظفها ونعدلها ونحطها نحفظها ونخليها بالمخزن فوق طول السنة لو بس فقط محرم وصفر فقط المحرم محرم وصفر وأيام محرم. الشهادات الشهادات نطلع الشيء البسيط نعم طلعان نخليه هنا نوشحها بالسواد هذا الموكب والموكب معروف عندنا هو يقول رأي يجون روادي يقول هذا المكان بقدسية بصراحة خالصة لله مسويها لله الحمد لله أيوة حتى ما بيها اسم وكذا أبد كل صورة ما اسم الناس تخدم للحسين سلام الله بالضبط نصيحتك للناس اللي سواء أهل مواكب أو حتى إحنا أهلنا بالبيوت ماكو بيت ما عنده قطع سواد أكيد. شو نصيحتك لهم شلون يحترمون هذا السواد أكثر شلون يحافظون عليه شلون يحتفظون به شلون يداروه شيخنا هي بيها كراماتها السواد يعني ماكو بيت يخلي بيه سواد إذا ما الله ينطي مراده يعني مو كلام لا من لمس يد كرامات بركة خير إن شاء الله لأنهم أهل البيت سلام الله عليهم كرامات معروفة القاصي والداني يعرفها الله يبارك بك الله يسلمكم الله يحفظكم إن شاء الله رسالتكم للشباب اللي هم اليوم بدوا يمشون في خط ونهج خدمة محمد وآل محمد والله هنيئا لهم أنا أنصيهم أن يلتزمون طريق الحسين إحنا كنا طريق الحسين ما نعرف بس بعدين طريق الحسين سلام الله عليه ورا السقوط كنا نعرف أن طريق الحسين شنو طانا مرادنا كله حتى سداد ويا الحسين سداد ينطينا الله يحفظك أي والله الحسين يعني اسم منهاج شوف خير الدنيا وخير الآخرة أخير سؤال سيدنا رسالتك لكل إنسان عنده في بيته قطعة سواد أريدك أنت تعرف له تقول له هاي قطعة السواد شنو من عندك لو هاي هدية من الزهراء سلام الله عليها إليك أحسنت ماكو بيت بي سواد إذا ما تحضر الزهراء بيه أبدا أحسن سيد أي والله الله يحفظكم فضلتوا كثير شيخنا الجلي شكرا سيد شيخنا مشاهدين الكرام الكلام يأخذنا من ضيف إلى ضيف ولن نبرح الكاظمية المقدسة قلب بغداد النابض وأصل الحداد فيها ابقوا معنا وسارت بنا الخطوات في سوق من أسواق الكاظمية المقدسة نطالع ما يجري في هذا السوق من بيع وشراء لأقمشة وتطريز للوحات ولافتات وصلنا لنجري لقاء من نوع آخر مع طراز أفرد جزءا من مهنته ليكون تطريزا عقائديا ليجمع في كل مهنته حب محمد وآل محمد حوار شيق وكلمات ما إن كانت مختصرة إلا أن دلالاتها كبيرة مع الطراز أبو صالح أنا بالنسبة لي قضية أهل البيت الأسماء مالتهم والشغل مالتهم بالإضافة الأساسية هي الآيات القرآنية ما أشتغل إذا ما أتوظف هذا واحد اثنين الإخلاص بالنية اللي تشتغل بيها والكرامة الاسم اللي تخليه على هذا القماش يحول القماش من قماش عادي إلى قماش بكرامة ثاني شيء احنا عندنا يعني بالأحكام الشرعية يقول لا يجوز مس لفظ الجلالة والرسول الكريم إلا للمتوضئ ويلحق
به أسماء الأئمة المعصومين على الأحوض. هسه أخو أكو مثلا أسماء مثلا واحد اسمه محمد عادي يقول بالاحتياط ماكو حتى هذا اسم محمد كرامة الاسم محمد مو هذا ما يقصد رسول الله اسم محمد يقول كون أنت متوضي. مشاهدينا الكرام، بعدما تقدم من مجموعة لقاءات أجريناها ومن انتقالات في الكاظمية ومحيطها ومن دلالات كانت معانيها كبيرة، هل احنا وإياكم في خلاصة ما تقدم من بحث؟ القماش الأسود قماش عادي يبيعه أي بائع أقمشة أو بزاز كما يقال ويشتريه أي إنسان، ويمكن أن يدل على أنه يريد هذا صاحب القماش الذي يريد أن يعلقه مزاجه يحب اللون الأسود أو يريد أن يكون فيه دلالة على حزن لمناسبة شخصية مثلا. وذات القماش وفي بعض الأحيان يكون بكيفية عادية وليست بالكيفية العالية التي يقتنيها البعض، ذات القماش يعلق سوادا على سيد الشهداء صلوات الله عليه. انتقالة هذه المادة الجامدة التي هي قماش إلى مادة تعطي كرامة وتحمل سفرا كبيرة من التاريخ الحسيني، من تاريخ خدمة الحسين، إرث تتوارثه الأجيال، ينتقل من الأب إلى الابن إلى الحفيد. هذه الانتقالة حصلت فيها الكرامة، الكرامة أننا اليوم نشهد تاريخا حافلا من قطع سواد وحداد وحزن وأسى على سيد الشهداء صلوات الله عليه. هذا التاريخ هو الذي جمع كثيرا من الشباب واجتذبهم نحو قضية سيد الشهداء صلوات الله عليه. هذا الاجتذاب بحد ذاته للدلالة التي كانت موجودة في تلك القطع، هذا بحد ذاته كرامة. إلى هنا لا نقول انتهت القصة، انتهت الحلقة، لنا وقفات. نستودعكم في حفظ الله وأمنه ورعايته.